القصة اليوم قصة قديمة، بس من إرهاصات المشاهد الحالية قدام عيوننا يبدو أنه قربنا على الفصل الأخير وإسدال الستار. قصة السياسة الخارجية الأمريكية البايدنية الفاشلة. على خريطة الشرق الأوسط كنا دايما نشوف تواجد أمريكي بكل البقع الساخنة، لكن على الرغم من التواجد الأمريكي اليوم إلا أنه الوضع اختلف تماماً. أزمات كتيرة بتعصف بالمنطقة، في إيران مظاهرات بالآلاف وتمرد على القمع والنظام المستبد، بالإضافة طبعاً لاتفاق نووي شبه ميت. اليمن كدولة عربية واقعة على حدود دول الخليج العربي يشكل تهديد لجيرانه بأمر من إيران وبأداء ميليشيا انقلابية إرهابية. لبنان وبحكم سلطة الأمر الواقع لميليشيا حزب الله بلا رئيس جمهورية اليوم. والعراق وصلوا رئيس وزراء جديد، وهذا ضد إرادة المتظاهرين وضمن إطار المحاصصة اللي انتصرت. وحركة حماس الإخوانجية عادت إلى حكومة دمشق بعد سنوات من الغياب. طيب وين أصل القصة وأمريكا مشغولة بأي شيء؟ أمريكا مثل ما أنتم شايفين مشغولة بحرب الروس في أوكرانيا وبحرب الأوكرانيين مع روسيا، وبنفس الوقت سياسات أمريكا التي لا تعكس على الأقل ثقلها كأقوى دولة في العالم هي سياسات خارجية خجولة متآمرة أو غبية. وإيران لديها مصالح ولديها نفوذ ولديها توسع غير مشروع مستفيدة من هذا الغياب الأمريكي. وحتى نعرف أصل الموضوع تابعونا بعد شوي. أنا عبد الجليل السعيد وهذا أصل القصة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مع حساب الأسباب ورصد النتائج بشكك البعض بوجود ملامح مريبة لصفقة أمريكية إيرانية غريبة أو براغماتية إيرانية بانتهاز غباء سياسي أمريكي بايدني، وكل هاد على حساب الدول العربية واستقرارها، اليمن والعراق ولبنان وحتى أفغانستان التي رجعت إلى حضن حركة طالبان. خلونا نوقف شوي عند اليمن. اليمن فيه ميليشيا اليوم عبتحاول ترفض الهدنة، بل تقصف موانئ استراتيجية وتهدد أيضا بقصف المنشآت النفطية في الجارة السعودية، وهي كلها إشارات لإعادة اشتعال جبهة اليمن مجددا. وأصرار الحوثي من خارج سياق التفاهمات السياسية ومرجعيات الحل اليمني على دفع الحكومة الشرعية مرتبات موظفي الدولة من دون استثناء، أي قوى الأمر الواقع المدنية والأمنية والعسكرية، وتشريع العمل في ميناء الحديدة ومطار صنعاء، هو إصرار إيراني على تثبيت مكتسبات الانقلاب الحوثي ورفع مستوى التأزيم السياسي لملف اليمن بغية استثماره في فترة التصعيد المقبلة. أما في العراق فمعسكر نوري المالكي المقرب من إيران جدا نجح في إيصال محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة بتفاهمات غير معقدة مع قوى كردية وقوى سنية، وبالتالي خروج مقتدى الصدر من الحياة السياسية بأمر من طهران بعد ما كان شوكة في حلق وصول السوداني لرئاسة الوزراء، وبعد تظاهرة للملايين من أنصاره واعتصامهم داخل المنطقة الخضراء في البرلمان العراق. لبنان يا جماعة الخير التقت فيه المصالح على الترسيم البحري بينه وبين إسرائيل وبرعاية أمريكية وموافقة مباشرة من ميليشيا حزب الله، بل واعتبار الاتفاقية انتصار تاريخي بحسب وصف حسن نصر الله لذلك. طبعا كان الظن انه هذا الاتفاق انتصار للمقاومة كما تزعم ادوات ايران في المنطقة، ولكن عمل امريكان لمحاولة حل ازمة طاقة عم تعصف بشركاء باوروبا سمح لهيك اتفاق انه يتم ويتقدم على طبق من فضة لوكلاء ايران في لبنان، وخصوصا بعد فراغ منصب رئيس الجمهورية. وحزب الله كميليشيا مسلحة وارهابية هو المستفيد الاكبر من كل هذا الضياع. ولا ننسى ايضا نعرج على تكويعة حركة حماس الاخيرة نحو حكومة دمشق بعد 10 سنوات من القطيعة، وذهاب وفد من حركة حماس بمباركة بل بامر ايراني، وكل هذا الشيء
حلقة من حلقات مسلسل التحضير لتوتير الأجواء في المنطقة برضا أمريكي وتواطؤ أوبامي بايدني. وبين هذا كله في ضغوط أمريكية شديدة على المملكة العربية السعودية من أجل أن تتنازل عن مصالحها، لكن السعودية حتى بالقرار الذي شاركت باتخاذه داخل منظومة أوبك لا تزال تقول أن القرار تقني وأنه ليس سياسي وليس موجه ضد دولة بعينها. ومن المؤكد أنه اللي عم تمارسه أمريكا اليوم فيه غباء سياسي كتير كبير بالتعامل مع أكبر شريك إلها في المنطقة. وتحويل الصداقة التاريخية بين الرياض وواشنطن إلى سلعة تباع وتشترى في سوق الانتخابات النصفية القادمة. وفي سيل من التحليلات الكابوسية التي رأت وترى في كل التطورات المذكورة أموراً دبرت بليل كما يقول العرب في مثلهم الشهير بين خامنئي وبايدن. لكن بوجود القليل من التدقيق في وقائع السلوك الإيراني دعونا نستخلص الآن. هناك إقرار غربي متزايد وشبه معلن بالموت السريري للاتفاق النووي، وبالتالي يستعد القائمون على الحكم في إيران لحقبة جديدة من المواجهة مع واشنطن من خلال الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط. وانتهاز هذا التراجع الأمريكي بالمنطقة لحساب المواجهة مع روسيا لتدخل إيران وتملأ هذا الفراغ سريعا قبل ما ترجع أمريكا وتفيق من تاني. سياسة الطبطبة الأمريكية غير المفهومة والتي ليس لها أي مبرر في حسابات الجغرافيا والتاريخ يمارسها بايدن وفريقه اليوم. وبعد حوالي شهرين من المظاهرات في إيران اكتشفت أسماء من قبل أمريكا متورطة فيما يقولون مجازر بحق المحتجين في إيران، وقد اتخذت واشنطن بحقهم إجراءات عقابية قاسية. يا حذركم، شو هي الإجراءات العقابية؟ حظرت أمريكا دخولهم إلى الأراضي الأمريكية. الخبر حقيقي وليس نكتة. طبعا بينما منشوف الوعيد الشديد وممارسة لغة التهديد صباح مساء ضد دول الخليج العربي فقط لأنه هاي الدول عم تدور على مصالحها وعم تحترم شراكاتها مع الغير. وأكثر من هيك، اتأملوا صورة هذا الرجل جيدا، إنه الكاتب سلمان رشدي. ومع اختلافنا مع آرائه لا يعني أبدا أن نقبل الاعتداء عليه. هو الذي تعرض في وضح النهار في مدينة نيويورك الأمريكية لمحاولة اغتيال قبل أشهر، والجريمة حصلت مثل ما بتعرفوا على الأراضي الأمريكية، وطهران باركت الجريمة وأثنت على ذلك، بل هناك فتوى خمينية معلنة كما تعلمون. وبيطلع لنا بعد كل هذا الشيء مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان، وبدل من محاسبة إيران بيشدد على ضرورة التفاوض معها والاتفاق معها. تخيلوا لو أنه دولة عربية مثلا كانت تقف وراء هذا العمل المدان، هل سيكون هذا الحديث الذي ورد على لسان السيد سوليفان موجود أصلا؟ الجواب عندكم. وجدت إيران في الملف الذي يتعلق بأوكرانيا مجالا لتوسيع سمعة مشروعها. وجدت أيضا مجال لتقول أنه هي ضد الغطرسة الأمريكية وضد الإمبريالية العالمية. قد يقول قائل إن هذا جزء من العنتريات والشعارات الفارغة، لكن الثابت اليوم أنه إيران عم تدعم روسيا بطائرات مسيرة. يؤكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أنه إيران منخرطة الآن بشكل مباشر على الأرض في شبه جزيرة القرم، وأنه العسكريين الروس المتمركزين هناك كانوا يسيرون طائرات إيرانية من دون طيار ويستخدمونها لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا بما في ذلك ضربات ضد كييف. لكن كيربي يعود ويقول الخيار الدبلوماسي هو الوحيد للتعامل مع إيران اليوم. ومع أنه إيران في كل ما تسعى إليه تريد أن تضعف نفوذ أمريكا وحلفائها في المنطقة في وقت فيه واشنطن بواقع اشتباك مع أعدائها التقليديين روسيا والصين. والأسوأ من هيك، نحن عم نشوف إدارة أمريكية تدير ظهرها لشركائها وبتحاول تمارس سياسات سلبية حيال كل من يتحالف معها. وأكثر من هيك، لما بدنا نفهم السياسة الأمريكية لازم اليوم ناخذ سؤالين بعين الاعتبار. هل ما يمارسه البايدنيون اليوم من محض إرادتهم أم أنه يملى عليهم؟ وهل نحن أمام زمن أفلت فيه شمس أمريكا وانتهى عهدها؟ جاوبوني على هذا الشيء بالتعليقات. وخلوني إلكم في النهاية، الحلقة انتهت، السلام فيها ختام،
تابعوني في حلقات جديدة.